شايفة كمان إن في علاقات كان الانفصال فيها بسبب رفض الأهل. بصوا، العلاقات اللي فيها فرق السن دي على فكرة الطرف التاني بيحبك جدا وعايز يعمل عشانك حاجات كتير، بالذات ان هو كمان يعني احساسه ان هو كان عنده تجارب سابقة قبل كده، يعني هو في علاقته بيك مش عايز يكرر حاجات كتير مرت في حياته، يعني حاجات مرت في حياته هو ما حبهاش مش عايز يكررها معاك، هو عايز يبدأ معاك من جديد. انت كمان يا برج الثور شايفة كتير منكم عايزين علاقات جديدة، يعني ورايحين بالفعل لعلاقات جديدة، بس عايزة اقولك ان في الفترة دي برج الثور احذر من التهور، يعني كل قراراتك كل اختياراتك لازم تكون مدروسة ومحسوبة. في الفترة دي كمان يا مواليد برج الثور انت بتحس شوية بلخبطة في حياتك، يعني اللخبطة دي او الارتباك ده انت بتحس بيه ان هو بيأثر عليك، بيأثر عليك بالسلب، يعني اللي هو حاسس انه موقفك، يعني بيأثر عليك وعلى تقدمك سواء عمليا او عاطفيا. تحس يعني انت كمان حاسس ان في جواك جرح، وهنشوف دلوقتي واحنا ماشيين كده مع بعض واحدة واحدة الجرح ده سببه ايه. بس انت رغم الجرح الكبير اللي جواك ده انت بتتظاهر بالقوة، يعني انت من قدام الناس مش مبين، يعني مبين في موقف قوة. في كمان حاجات انت بتحاول تكتشفها او عايز تعرف حقيقتها، حاجات كده بتنعكش فيها في الفترة دي، بس ده يعني هيحصل ان شاء الله، يعني هتحصل على عليها او اللي انت بتدور عليه ده في الفترة اللي جاية القريبة دي ان شاء الله. برج الثور انت بتفضل تفكر في اللي فات كتير، يعني شايفاك بتفكر في اللي فات كتير جدا، يعني بتحس ان مفيش حاجة او علاقة بتكمل معاك خالص. هنا لازم اقولك وبقولها على طول ودايما وكل برج بشوف نفس التفكير ده، انك لازم تنسى اللي فات، يعني لازم تنسى اللي فات وتبص لقدام في علاقات معينة. طبعا يعني دايما اللي بيسمعني ياخد باله اني يعني اني بقول لناس كتير، فاحنا هنيجي واحدة واحدة مع بعض في كذا علاقة أو القراية اللي قدامي هقولها بكل الطرق الممكنة اللي الكارت عاوز يوصلها لي. فهنا في الحالات اللي زي دي إنك تبص لقدام، يعني طبعا زي ما قلت، لأن أنا قلت لك في الأول إن كل الحظ في طريقك، فبلاش أنت بطريقة تفكيرك تعطله، لأن احنا لما بنبقى طريقة تفكيرنا سلبية وأفكارنا عن نفسنا سلبية أو عن الحياة سلبية، فاحنا بالشكل ده بنجلب لنفسنا السلبي. فهنا أنا بقولك لأ، انت اللي قدامك حلو جدا وبلاش تفكر في اللي فات خالص، وما تبطل طريقة التفكير دي أمورك كلها هتتحسن إن شاء الله، وهتشوف حاجات كمان ما كنتش واخد بالك منها، يعني كأن حد على عينيه غشاوة كده واتشالت، وده هيبقى على كل المستويات يعني مش عاطفيا بس. تعالوا بقى نشوف شوية كده بقى النواحي الإيجابية، يعني اللي أنا شايفاها في القراءة. بالنسبة للمنفصلين، البعض منكم في رجوع للطرف التاني، لأن أنا شايفة هنا إن الطرف التاني أو الحبيب بيفتقدك جدا، بيفكر فيك دايما، يعني في حاجات كانت بتحصل بينكم، كلامكم تفكيره يعني عبارة عن ان هو بيفكر في ذكريات، ف يعني شايفاه اللي هو تفكيره فيك مش بيلومك، بالعكس تفكيره ايجابي وبيبعت لك طاقات ايجابية. برج الثور عموما انتوا عندكو امنية او على طول بتدعوا
في حاجة كبيرة نفسكوا تتحقق أو نفسكوا تحصل، هي هتتحقق إن شاء الله. وممكن كمان نقول إن هي بدأت، يعني إن هي بدأت تتحقق في الفترة دي، بس هتحسها بالتدريج. في أمور سيئة على مستوى العلاقات العاطفية، أمور سيئة بتنتهي وفي فرحة جاية إن شاء الله. برج الثور في علاقتك مع الأبراج المائية، الأبراج المائية اللي فيها انفصال، العلاقة كان فيها سوء تفاهم دايما، يعني ما كانش فيه تقريب لوجهات النظر بينكم. الطرف التاني هنا حاسس برضو انه اتظلم بالعلاقة وانه قدم كتير، وممكن ده يرجع زي ما قلنا لسوء التفاهم، يعني هو في سوء تفاهم بينكم انتوا الاتنين، لان شايفة احساس ده عندك وعند الطرف التاني برضو، يعني ما كانش حد فيكو قادر انه يفهم التاني رغم ان انتوا الاتنين حاولتوا. شايفة برضو في انتصار ليك يا برج الثور ان شاء الله، وده برضو قريب، يعني بالذات ان شايفة ان في كتير منكو عنده احساس بالظلم والغدر، وده ممكن كان في وجود او مع علاقات ترابية زيك، بس ان شاء الله نصرك قريب. الظلم اللي انت حاسس بيه ده اللي عندك مش في العلاقات العاطفية بس، في بعضكم حس بيه من ناحية الاهل، في منكم قرر يبعد، يعني هما ممكن ما يكونوش اهل قوي، المهم ان هما ناس قريبة منكم. بطمنك برضو يا برج الثور، لاني شايفة يعني برضو انك عندك حالة قلق كبيرة عند كتير منكم، يعني بطمنكم انها هانت والامور هتتحسن للافضل ان شاء الله، تحسن في امور كتير ومواضيع في طريقها للافضل ان شاء الله. يعني انا عارفة ان الفترة اللي فاتت كانت صعبة ومملة، يعني وجي عليكم وقت حسيتوا ان خلاص صبركم خلص، بس زي ما قلت هانت وفرح كتير مستنيك ان شاء الله. يعني حتى اللي مش عايز علاقات جديدة، اللي مش عايز علاقات جديدة ربنا هيعوضه بحاجات كتير قوي، يعني انا شايفة في منكم مش عايز علاقات جديدة ولا قديمة، يعني في منكم عاوز استقرار في حياته كده، حياته الخاصة، فشايفة ان حتى في الحالة دي انت هتتعوض بحاجات كتير قوي، بس مطلوب منك انك تعيد حساباتك، يعني لازم برج الثور يعيد حساباته وطريقة تفكيره في امور كتير عشان التغيير ده يحصل. شايفة هنا علاقة مع ابراج نارية، في حياتك يا برج الثور كان في حياتك حد حبيته قوي، يعني حد يعني حب ما حسيتوش قبل كده، حسيت ان ده اكتر حد بيفهمك، يعني انا هنا شايفة قدامي في حالة حب انت مريت بيها، يعني كانت بالنسبة لك اصدق حالة حب انت مريت بيها. الحالة دي انتوا في تواصل بينكم، في تواصل بينكم كبير، العلاقة دي انتهت فجأة فجأة ومن غير مقدمات، انت نفسيتك تعبانة، اللي بيمر بالحالة دي هو نفسيته تعبانة جدا، عايز تعرف ايه اللي حصل. الطرف التاني برضو لسه بيحبك وبيفكر فيك، بس انا شايفاه مش عايز يتكلم على الاقل في الفترة الحالية، بس تقريبا العلاقة دي دخل فيها طرف تالت، دخل فيها طرف تالت خربها، يعني وممكن الطرف التالت ده يكون عبارة عن نقل كلام، ممكن يكون حسد، ممكن يكون حسد حصل للعلاقة نفسها، يعني في حاجة حصلت وبطريقة مش الطريقة اللي حصلت بيها الحاجة عشان العلاقة دي تقف، هي طريقة غير مباشرة، يعني ما جاتش كده، طريقة مش مفهومة.
بس اللي اقدر اقوله ان انا شايفه ان الطرف التاني في الحاله دي هو مش ناسيك، يعني بيفكر فيك وبيحبك. وزي ما قلت هي تقريبا العلاقه دي كانت مع برج ناري. طبعا قلنا مش لازم الابراج قوي. هنروح هنا للعلاقات اللي تم فيها انفصال او بيتم فيها انفصال، لان انا شايفه علاقات اوريدي انتهت تم فيها انفصال، وفي علاقات حاليا فيها انفصال بعضها مع ابراج ترابيه. في الحالات دي تم اكتشاف خيانه فيها، انت بعدت، في حالات انت فيها بعدت وانت تعبان جدا، الطرف التاني برضو مش مرتاح، مش مرتاح وحاسس ان هو اذاك. في برضو انفصال كمان مع ابراج هوائيه. في شايفة اختلاف وجهات نظر، وفي مشادات كلامية، يعني انا شايفة ممكن في تطاول بكلام، يعني محدش فيكو تنازل او حاول يفهم التاني عايز ايه او بيقول ايه اصلا، يعني انا شايفة خبط في بعض كده، في عند كتير. بس شايفة ان في علاقات هنا كتير فيها رجوع، وشايفة ان في علاقات يا برج الثور انت اللي بعدت، علاقات سمعت فيها لكلام الناس مش لقلبك وعقلك، في علاقات انت سمعت فيها لكلام الناس وخسرت حد بيحبك وانت دلوقتي حاسس بده، بس احساسك ده وكأنه بعد فوات الاوان، يعني مش يعني ممكن تكون انت ارتبطت بحد تاني او هو ارتبط بحد تاني. انا بتكلم هنا عن العلاقات اللي بالشكل ده اللي حصل فيها ان برج الثور هو اللي تخلى. شايفة القراءة حلوة، فيها جانب كبير ايجابي، شايفة في رجوع بنسبة كبيرة. لو اتكلمنا عن مجمل القراءة في رجوع بنسبة كبيرة بالذات مع الابراج النارية والهوائية. الرجوع بسبب ان الطرف التاني لسه بيحبك، يعني انا شايفة في حب من الطرف التاني بيفكر فيك ومش مرتاح وهو مش معاك. كمان في حاجات الطرف التاني عمال يعملها بيغير بيها حياته، يعني ممكن يكون شغال على نفسه، لو حاسس انه غلطان في حاجة او كان بيتعامل معاك بشكل مش كويس او ايا كان السبب، هو يعني المهم هو عمال بيصلح في حاجات في نفسه، يعني هو مش عايز يرجع لك كده. يعني انا شايفة الطرف التاني هو ده حاله دلوقتي، تفكير فيك مش ناسيك، وانه بيحاول يشتغل على نفسه في للاحسن. شايفة ان في علاقات انت اللي نهيتها او مش عايز تكمل فيها، وده هنا السبب، ممكن طرف تالت او معاملة سيئة من الشريك. في الحالة دي عايزة اقولك انك لازم تشغل دماغك عشان ترجع حبيبك، يعني في حالات لو حصل فيها ان حسيت ان الشريك يعني في حد تاني او بيميل، لان انا شايفة هنا في حالات معينة ان في الشريك فيها مش خاين، هو عنده تشتيت ومتلخبط، فحاول تظبط الامور بالحكمة والصبر لانهم مطلوبين جدا منك في الحالة دي. الغير مرتبطين في ارتباط، وفي الغالب هيكون عن طريق حد، يعني هتتعرفوا عن طريق ناس مشتركة تعرفوهم او في سفر، وفي نسبة هيكون الارتباط من جنسيات مختلفة. القراءة كويسة، القراءة العاطفية كويسة. اتمنى لكم السعادة والتوفيق والنجاح في كل امور حياتكم يا رب. هستنى منكم التعليقات، اعرف ايه رأيكم في القراءة، وما تنسوش اللايك والشير لو عجبتكم. شكرا مواليد برج الثور للمتابعة.